لقد تشرفت بالسلام على فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، وقمت بتسليمه أوراق اعتمادي سفيراً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، ونقلت لفخامته أطيب تحيات أخيه مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم حفظه الله ورعاه، مع خالص الأمنيات لفخامته بالعز والسعادة وللجزائر الشقيقة وأهلها الكرام مزيداً من الرغد والسرور. كما تم التأكيد خلال اللقاء على عمق ومتانة العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين الشقيقين وتجذرها والبناء عليها خدمة للمصالح المشتركة. مرة أخرى إنه من دواعي سروري أن أكون متواجدا اليوم هنا في الجزائر في حضرة فخامة الرئيس وبين إخواني الجزائريين الشعب الصديق والمضياف، مع خالص الأمنيات لهم بدوام التقدم والازدهار.